اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب كويس؟ تمام الحمد لله بوجودكم. طيب الله يسلمك وبارك فيك، جزاك الله خير على البرنامج هذا. تفضل يا أستاذي. عندي مشكلة الجيوب الأنفية يا دكتور، ما أدري إيش الموضوع. الجيوب الأنفية أنا مضايقتني مرة. أحلى وصفة لجي، أحلى وصفة لجي. يلا معي دكتور. اسمع أعطيك وصفة على الهواء تسمعني؟ نعم. يلا ولا تسمعني من التلفزيون أفضل؟ لا لا معك على التلفون على الجوال. طيب سلمت. شكرا لاتصالك. إذا بناخذ العسل بشهده، العسل بشهده، بناكل ملعقة صباحا وملعقة آخر النهار، غاية للي عندهم مشاكل الجيوب. أيضا من الوصفات القسط الهندي، حتى أوصى فيه رسول صلى الله عليه وسلم لعدة أمور، القسط الهندي التبخير فيه، والتبخير بحبة البركة أو منقوع أو بخار، الحبة السوداء كل يوم مرتين بتستفيد. أيضا بناخذ حبة هيل أو حبهان، بنضعها تحت الأضراس وبنسكر الفم، بنمضخها وبنتركها بالفم، راح تشوف كيف تستفيد. وأيضا من الوصفات المجربة نصف قطعة من الثوم، ضرس الثوم بنضح، طبعا بدها واحد اللي يتحمل هذه الوصفة، ضرس الثوم بنقطعه نصفين وبنحط النصف تحت الأضراس وبنسكر الفم، شو بصير؟ نار جوا الفم. وأيضا بتنزل الأوساخ اللي وبتنظف وبتطهر الأنف. وأيضا بنستنشق اللي هو الماء والملح، الماء والملح تشطيف. اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد.